اليوم حضرنا من بغداد ممثلين عن لجنة التعايش في مكتب رئيس الوزراء. حضر معنا كل من السيد العميد حسن مدير الهندسة العسكري في وزارة الدفاع. الغرض من الاجتماع كان لتبادل الأدوار وتوزيع المهام لإزالة الألغام من مجمعات سنجار، تحديدا الجزيرة القحطانية والعدنانية. ستقوم بهذه المهمة كل الفرق الهندسية بفرقة 15، فرقة 20، فرقة 16. سيكون المقر مسيطر في ممثلية رئاسة الوزراء في سنجار. إن شاء الله سيتم إنجاز العمل خلال الشهر القادم، وهذا سيكون بداية عودة النازحين إن شاء الله وعادة الاستقرار في المنطقة. اليوم تم عقد مؤتمر لغرض تنسيق جهود الهندسة العسكرية المتمثلة بالمقر المسيطر لمديرية الهندسة العسكرية في مدينة الموصل، بتوجيه كتائب الهندسة العسكرية المتمثلة ب 15، تيبة 16، وال 20، وهندسة عسكرية عمليات نينوى، غرض تطهير المجمعات السكنية التابعة إلى قضاء سنجار. كما تعلمون العدو أورث الخراب والدمار، بحيث أصبح العيش استحالة في الوقت الحاضر. نعدكم بأنه سوف يتم مباشرة اعتبارا من يوم غد بتطهير المجمعات المتمثلة بعدنانية والقحطانية والجزيرة والقرى التابعة لهذه المنطقة، أن نرفع كافة الألغام ونزيل كافة المتفجرات والمساقطات، ونجعل المنطقة صالحة للسكن وصالحة لعودة المراعي الطبيعية، وكذلك نطمئن أهلنا في مدينة سنجار وتوابعها. بالقريب العاجل إن شاء الله سوف يتم عودة النازحين إلى ديارهم والحياة اعتيادية وطبيعية جدا. بعد الاطلاع على الخطة والحصول الموافقة من المراجع العليا، راح نبدأ إن شاء الله بعملية تطهير مناطق القحطانية والعدنانية والجزيرة. احنا بالنسبة لكتيبتنا، كتيبة معالجة، تم استحداث عمليات إزالة حديثة اللي هي الإزالة الميكانيكية بدفع فالقات ألغام وإزالة هبوات ناسفة، تكون ميكانيكية وبالتحكم عن بعد. راح تبدأ تطهر الأفرع والأزرع في الشوارع من المخلفات الحربية، وإن شاء الله احنا مباشرين في هذه الخطة لحد إتمام ما مطلوب من أدنى بالاشتراك والتجحفل مع القطاعات الساندة والملحقة.